صباح الخير. اليوم حلقتنا أو فقرتنا شوي مختلفة. إحنا دايماً بنقول عشان نزرع أي مبدأ في حياتنا بده يكون نزرعه بأطفالنا بداية، وعشان هيك حب الزراعة بدنا نزرعه بأطفالنا عشان يعرفوا بالضبط شو يعني الزراعة، إيش بتفيدنا، في كتير فوائد إحنا مو عارفينها، وارتباطهم بالأرض لازم يكون أكتر. عشان هيك إحنا اليوم اخترنا جروب من الأطفال، كل واحد معه شتلة، بدهم يزرعوا معكم ومعنا بعض الأشياء. في حد معه خضرة، هلأ رح يعرفونا كل واحد إيش معاه. هلأ إحنا عشان نزرع الشتلة دايماً لازم نحط ترابة تحت الشتلة. كلكم هلأ بدكم تحطوا، أظن كلكم حطيتوا تراب تحت الشتلة، مزبوط؟ كلنا رح نحط تراب تحت الشتلة عشان هاي اللي هي الفرشة اللي رح يقعد عليها الجذر. طلعوا جذر النبتة، كل نبتة في إلها قسم فوق الأرض وقسم تحت الأرض، مزبوط؟ هلأ القسم اللي تحت الأرض هو الجذور، هاي الجذور هي اللي بتاخد المي عشان النبتة ما تعطش، وهي اللي بتاخد السماد والأكل. يلا بلشوا ازرعوا. هلأ صبا هون معها بيتونيا، أعطيكي تراب صبا، يلا خدي، لأنه بصراحة إحنا لازم. يلا صبا حطي تراب هون حبيبتي، هون هيك. شوفي هلأ هون هيا معها الشتلة عالية، شوفوا حبايبي الشتلة ما لازم تكون أعلى من القوار، أوكي؟ هلأ هاي عالية، أنا شو بعمل؟ بخفف من التربة وبرجع بحط الشتلة صح، صح يا هيا؟ يلا حطي ترابة هلأ حواليها، جيبي ترابة من هون. كمان من الأشياء على فكرة اللي لازم نحكيها، إنه معلش لو أولادنا شوية، يعني مش ضروري إنه يكون كتير الموضوع دقيق، خليهم بالتراب يتعودوا على التراب، يمسكوا التراب، يعرفوا قديش هذا الإشي كتير غني وكتير حلو. يعني إحنا إذا زرعنا هذا المبدأ في أولادنا كتير بعدين يعني ارتباطهم بالأرض كتير إشي حلو صراحة. هلأ حمودة هاي بدنا نحط تراب هيك، أوكي؟ شوف يلا خد تراب بإيدك من هون، سند خد تراب بإيدك مو مشكلة بالكب، أيوة. وفيصل عم بزرع كمان بيتونيا، انت نقيت الألوان، انت حبيبهم. يلا حط تراب، بدون ما نزيد تراب على النبتة ما حتعيش، عشان تكونوا عارفين لازم تكون الشتلة ماخدة تراب مزبوط بالضبط، بس تحطوا التراب اضغطوا صح، يعني اضغطوا هيك، شوفوا طلعوا كيف عم بضغط، طلعوا هيك. ليه؟ عشان ما يكون في هواء واصل للجذر ويكون أقوى، صح؟ أشوف؟ آه هلأ ما بينفع يكون الترابة كمان قليلة، لاحظوا هون الجذر مبين والنبتة لسه، هاي ميرامية على فكرة لسه عم تلعب، فإحنا مشان هيك بدنا نضغط ونحط كمان تراب، ما بصير الجذر يكون مبين. هلأ بعد هيك مين بده يساعدنا نسقي النباتات اللي زرعناهم؟ نور هاي بريء المي. طبعاً المي حبايبي كتير ضرورية عشان تعيش النبتة، بلشي من عند فيصل إذا بدك، ما في نبتة بتعيش بدون مي وبدون هواء وشمس، أوكي؟ شوي هلأ دايماً لما بدنا نزرع بنسقي شوي، بعدين بس تاخد ميتها ممكن نرجع بعدين نعيد عليها. وفي شغلة كتير ضرورية تعرفوها، أول ما نزرع النبتة لازم ندير بالنا ما تعطش لأنها جديدة لسه، أوكي؟ لسه بدك تراب هيا؟ طيب هلأ إحنا عشان جسمنا يكون قوي بناكل الأكل الصحي وفيه الفيتامينات، مزبوط؟ هلأ النبتة هاي ممكن تكون مثلاً بدها غذاء زيادة، إيش بنعمل؟ بنحط لها إشي اسمه سماد، طلعوا شوفوا السماد، هذا السماد بندوبه بالمي، بالمي بندوبه وبعدين بنسقي نباتاتنا عشان تكون أقوى وأحلى. هلأ إحنا عرفنا إنه النبتة إلها جذر وإلها ورق
وانها هي الورقه هي المصنع او الكيتشن او المطبخ اللي بيعمل ايش؟ بيعمل الطبيخ كله وبتاكل منه النبته، صح؟ والمية كتير إشي مهم، والسماد هو الإشي اللي بغذي النبتة، مظبوط؟ سقيتوا كلكم نبتاتكم؟ استمتعتوا؟ انبسطتوا؟ طيب برافو. اليوم زرعنا مع الأطفال، يمكن الموضوع بسيط، يمكن لبعضنا قديم جديد، ما بعرف، معلومات بسيطة يمكن بعضكم بعرفها وبعضكم ممكن في إشي جديد عليه. أطفالنا كتير مهم يعرفوا شو يعني زراعة، بإيش بتفيدنا، وكتير إلها فوائد. نباتاتنا الخضرة بتنقي جونا، تاخد CO2 أو ثاني أكسيد الكربون وبتعطينا أكسجين، وهذا إشي كتير رائع يمكن بعضنا ما بعرفه. خلينا نزرع بأطفالنا حب الزراعة ليصيروا جيل مرتبط بأرضه أكتر. دايماً بتمنى لكم نهار سعيد، وبتمنى تتواصلوا معي على صفحتي المهندسة أمل القيمري، إنجينير أمل القيمري، ونهاركم سعيد.